قبل قبل قليل قليل فارق فارق الفنان الفنان الكبير الكبير وهرم وهرم الدراما الدراما والكوميديا والكوميديا المصرية المصرية حسن حسن حسني حسني عن عن عمر عمر ناهز ناهز 89 89 عاما عاما بمستشفى بمستشفى دار دار فؤاد فؤاد جراء جراء أزمة أزمة قلبية قلبية مباغتة مباغتة أدت أدت إلى إلى دخوله دخوله المستشفى المستشفى مساء مساء أمس أمس وظل وظل على على مدار مدار ال 24 24 ساعة ساعة داخل داخل العناية العناية المركزة المركزة حتى حتى فارق فارق الحياة الحياة منذ منذ قليل. قليل. شارك شارك الفنان الفنان الكبير الكبير حسن حسن حسني حسني قيد قيد حياته حياته في في العديد العديد من من الأعمال الأعمال التلفزيونية التلفزيونية والسينمائية والسينمائية المهمة المهمة على على مدار مدار المواسم المواسم الماضية الماضية كمسلسل كمسلسل سلطانة سلطانة المعز المعز ومسلسل ومسلسل أبو أبو جبل جبل للنجم للنجم مصطفى مصطفى شعبان، شعبان، وشارك وشارك أيضا أيضا في في موسم موسم عيد عيد الأضحى الأضحى السينمائي السينمائي بفيلم بفيلم خيال خيال مآسة. مآسة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون.